السلام عليكم ورحمة الله. أرحب طلبة المرحلة الرابعة قسم الهندسة المدنية. أكمل وياكم اليوم الجزء الخامس من المحاضرة الثانية واللي شرحناها بالمقاطع السابقة، واللي كانت عن الهايواي فانكشنال كلاسيفيكيشن، واللي هو التصنيف الوظيفي للطريق. ذكرنا بالمقاطع السابقة شنو معنى التصنيف الوظيفي للطريق، وقلنا عندنا الطرق حسب تصنيفها الوظيفي يمكن تقسيمها إلى الارتيريالز، واللي هو نوع ميتين، principal arterials وminor arterials، وقلنا أكو collector street وأكو local street. بهذا المقطع راح ناخذ فقط أشياء بسيطة نكمل بيها المحاضرة على مود تكون عندكم المحاضرة مكتملة الأجزاء. فهنا أنا فقط أريد نعرف شنو الأربن هايويز، ما هي الطرق الموجودة بالأربن بالمكانات الحضرية، أو الهايويز الموجودة في المكانات الحضرية أو المدن. عندنا التصنيفات الثلاثة واللي هو الارتيريالز والكولكترز واللوكال ستريت. بالارتيريالز هنا اكو عندنا التقسيمين، عندنا البرنسبل ارتيريالز وعندنا الماينر ارتيريالز. بس بالبرنسبل ارتيريالز اكو عندنا ثلاث اشكال، عندنا الفري ويز واللي هو يكون فول كنترول اوف اكسس، وعندنا الاكسبرس ويز اللي هو البارشال كنترول اوف اكسس. شرحت لكم بال أجزاء السابقة شنو full control of access، بس أيضا راح أعيدها هسه على مود أخاف يعني أكو أحد ما عنده بعد إشكالية بالفهم. full control of access هو السيطرة الكاملة على مداخل ومخارج الطريق، السيطرة الكاملة على مداخل ومخارج الطريق، هذا وين يكون؟ بالفريويز. بالإكسبرس ويز عندنا partial control of access، يعني سيطرة جزئية على مداخل ومخارج الطريق. بالنسبة هذه موجودة قلنا كل اثنيناتهم، وياهم اكو تصنيف ثالث بس ما مهم بالنسبة لكم او مداخل منهجكم. فهنا عندنا كل هذه داخلة من ضمن the principal arterials، وقلنا ايضا اكو minor arterials، هذا داخلين اثنيناتهم في تصنيفات الارتيريالز، وعندنا اكو قلنا كولكتر ستريت واكو لوكال ستريت. لو نجي على الهاي ويز الموجوده في الرورال اريا، الرورال اريا المكانات الريفيه او المناطق الريفيه، ايضا عندنا ارتيريالز كولكترز ولوكال ستريت. الارتيريالز ايضا بها تقسيمين اللي هو البرنسبل ارتيريالز والماينر ارتيريالز. البرنسبل ارتيريالز يوجد به فقط الفري ويز اللي يكون full control of access، يعني برورال ستريت لا يوجد اكسبرس ويز، فقط فري ويز اللي يكون سيطرة كاملة على مداخل ومخارج الطريق. ويكون ايضا عندنا نوعيات others ما يعني ما نريد ندخل بتفاصيلها بالنسبة لكم كطلاب مرحلة رابعة. وايضا عندنا قلنا هذه يعني الفري ويز والاذر موجودات في ضمن البرنسبل ارتيريالز، وعندنا الماينر ارتيريالز. نجي على الكولكترز، الكولكترز بالرورال هاي ويز بيها تصنيفين، ميجر كولكترز وماينر كولكترز. الكولكترز هو الطريق الجامع، يعني الطريق اللي يكون ما بين الارتيريال واللوكال ستريت، يجمع المرور او يجمع الترافيك الموجود من اللوكال ستريت ويرجع يذبه على الارتيريالز. يعني فهو تصنيف يكون شلون وسطي ما بين الارتيريالز وما بين اللوكال ستريت. نجي ايضا على هذا الشكل اللي هو الريليشن شيب، يعني مخطط يوضح لكم العلاقة ما بين الأكسس فانكشن واللي هو يمثل المحور العمودي، وما بين الموفمنت فانكشن اللي هو المحور الأفقي. فعندنا المحور الأفقي هو الموفمنت فانكشن، والعمودي هو الأكسس فانكشن. لو نجي هنا نباوع على الشكل رح نلقى كل الأشكال اللي درسناها بالمحاضرة الثانية، عندنا الفريوي
اكسبرس واي، عفوا الاكسبرس واي، وعندنا الميجر ارتيريال، هنا الماينر ارتيريال صارت في هذه المنطقه، الكولكتر واللوكال سلتريت، واللي هاي كلها اخذناها بالمحاضره رقم 2. هنا عندنا هذا الجزء يمثل الكول دي ساك اند بوبليك لين. الكول دي ساك يعني ما داخل عندكم، ما مهم بالنسبه لكم، بس الكول دي ساك هذا شفته بانجلترا، يكون يعني شايف مثلا من تدخل فد شارع وينتهي الشارع ببيت، يعني الشارع مغلق ما تقدر، يعني بعد ماكو استمرارية له، يعني قدامك يصير بيت وينسد الشارع يخلص، فلازم تلوف وتطلع من الفرع، فيسموه هذا كول دي ساك. هذا بالنسبة لكم انتم ما داخل عندكم، بس حبيت اوضح لكم شنو يعني. فنحن نوقف الى اللوكال. لو نجي نباوع المحور السيني، هذا الجزء نو ثرو ترافيك. احنا كنا نعرف حركة المرور بالطريق، يا اما تكون ثرو موفمنت، يا اما تكون رايت موفمنت، يا اما ليفت موفمنت. فهنا عندنا نو ثرو ترافيك، لان قلت لكم بالكول دي ساك تكون ماكو استمرارية للطريق، يوقف ينتهي الشارع، ينتهي الفرع، ينتهي بيت، فنو ثرو ترافيك. كل ما اتجهنا بهذا الاتجاه increasing proportion of through traffic راح يزداد الثرو ترافيك، نسبة الثرو ترافيك راح تزداد، فراح تزداد السرعة increasing speed. نوصل إلى هذا الجزء no local traffic، لأننا نحن وصلنا لهذا الجزء، فلو little عفوا little local traffic واللي هو صاير هنا فري واي واكسبرس واي، وذكرناها بالمحاضرة السابقة. بالنسبة للمحور العمودي complete access control، واللي هو طبعا مقابل الى الفري واي وشوية من الاكسبرس واي، complete access control يعني سيطرة كاملة على المداخل والمخارج. هنا decreasing، كل ما اتجهنا الى الاعلى decreasing degree of access control، أي قلة السيطرة على المداخل والمخارج. إلى الأعلى يظهر لنا increasing use of access purposes، هنا راح يزداد الأكسس accessibility، راح تزداد إلى أن نوصل إلى هذا الجزء unrestricted access، accessibility تكون غير مقيدة. فإذا تتذكرون هو هذا نفس، طبعا هذا رسم مهم، وهو يشرح لنا نفس يعني شلون خلينا نقول نفس المفهوم اللي أخذناه بآخر رسم بالمحاضرة السابقة، بالرسم ما بين الاكسسبيلتي والموبيلتي، وذكرنا أنه وين أكو فري واي واكسبرس واي والارتيريال يوجد موبيلتي ولا يوجد اكسسبيلتي، لأنه تكون complete access أو complete control of access، بينما كل ما نتجه إلى local street تزداد عندنا accessibility وتقل عندنا mobility. إلى هنا يعني ينتهي الجزء الخامس من المحاضرة الثانية. شكرا جزيلا.